كيفكم يا حلوين؟ اهلا ميدو. شو يعني ما بعرف مالك بالعاده هيك فايته ومبسوطه كثير كانه في بتمك حكي. لو تعرفوا رح يطير عقلكم من الفرح. شو يعني اجاكي دور حلو مع شي مخرج؟ يا ريت. لكن شو خلص ظاهر ما رح تعرفوا تحزنوا. شوفوا شو جبت لكم. ايه قولي من الاول، هدول كروتة مسرحيتك تبع هاي الاطفال حكيت لكم عنها، ما بتذكروا كنت اخذ دور سنفور غضبان بهاي الشرشبيل وعدد السنافر. ايه طبعا كل حاجة الناس راجعة، لك هاي المسرحية لغيناها من زمان. ميدو لكن بطاقات شو هدول؟ حبيبتي هدول بطاقات لحضور حفلة المطرب فادي فافوش. فادي فافوش عجبتك؟ وبلاش؟ ايه طبعا بلاش، 5 بطاقات لحضور حفلة فادي فافوش، منروح ننبسط ومنرقص ومنفرفش. اليوم التقيت فيه وعزمني وقال لي جيب الصبايا معك. ميدو ليش 5 بطاقات بس يعني وائل؟ مبروك الوظيفة يا قمر. شو هاي وائل؟ استاذ وائل اذا بتريدي. شو نسيتي اني مديرك المباشر بالشركة؟ لانه شايفك رفعتي الكلفة بسرعة. ولك الو بوس ايدك، عم بمزح معك، وين رحتي؟ لا والله بالعكس كثير انبسطت لك انا. انت بتستاهلي كل الخير. بس بدنا الحلوان ها؟ اجي لعندك اشرب فنجان قهوة وما خلي الحلوان لبعدين. يلا. موافقة على الروحة، بعدين قلي زمان ما طلعت وسهرت. ايه وانا جاهزة؟ ايه كثير منيح. ايه وانتي نور ما بدك تروحي معنا؟ بلا حابة روح بس. ايه بلا خلاص طيب بدنا نروح كلياتنا. طيب شو اعمل؟ دقيت لوائل حتى اساله اذا فيني اسهر معكم. هلا من كل عقلك دقيتي له لحتى تسألي؟ اكيد السيد وائل ما خلاكي. اذا بدك ما رد علي بنوب. نور اذا بدك خدي كرتي وعزمي لانه انا ماني رايحة. وانتي كمان بدك تروحي؟ ليش بقى؟ لانه انا بصراحه ما خرج حفلات، انا الحفله الوحيده بحياتي اللي حضرتها هو عرس بنت خالتي بالضيعه. خلص انتوا روحوا كلياتكم انبسطوا عني وعنكم. ايه لا لانك مالك حضراني حفلات لازم تحضري هاي الحفله، يعني لازم تروحي بتنبسطي وبتتسلي وبتغيري جو وشوفي جو السهرات هون بالشام. وائل ما بيقدر يحضر لانه مضغوط كثير بالشغل. طيب يا نور مو معقوله ما تروحي معنا؟ انا برايي يا منروح نحن الخمسه كلياتنا سوا يا بلاها من اصله كلياتها هي السهره. طيب وانت بلا ما تقولي لوائل خلص هي عملتي اللي عليكي دقيتي له ما رد عليكي. ايه وبركي رجع دق لي شو بعمل؟ بسيطه هردي حالك مثل ما بتعملي بالعاده ولا تردي عليه وبس ترجع من السهره بتتصالحوا. لا جد افهمتيني كيف ما رد عليه؟ يعني وائل بده حجه ليعمل مشكله، ما بدي اعمل هي المشكله ونولو اللي بده اياه. اسمعوا مني الحل الوحيد شي كذبه. لا حبيبتي أنا ما عاد استرجي أكذب عليه بنوب، يعني كل ما كنت أكذب عليه كان يكشفني، فبلاها أحسن. ليش مين قال إنه أنت اللي رح تكذبي الكذبة؟ مو أنا؟ لكن مين قصدك؟ لبنى؟ أنت الوحيدة اللي وائل بيعرف إنه ما عنده موبايل بهذا البيت، مزبوط؟ أي مزبوط، بس يعني لوين بدك توصلي؟ لوين بدك توصلي؟ هلا بتفهمي كل شيء، أعطيني موبايلك وينه؟ شو بدك فيه؟ بغرفتي هو. يلا انا ماشي بدكم شيء؟ وين بدك تروحي اصلا؟ كل الخطه معتمده عليكي، بتقومي تحملي حالك وبتروحي. امي وراي لشوف امي. تعال. يا الله على ما تزبط، طاير عقلي الي 10000 قرن حاسه حالي ماني سهرانه، بعدين هاد فادي فافوش. لك شو بيطير العقل وصوته ولايف اسه احلى. وليش لا يتضايق بقى؟ شفيقتك رايحه تعطي درس خصوصي عند وحده غريبه واستعارت موبايلك لحتى تتواصلي انت وياها، شو فيها؟ خلصينا نور، تأخرت عليها المخلوقة، قرري بقى شو بدك؟ خلصينا عطيها موبايلك امسكي. أنا رايحة بدكم شيء؟ مثل ما اتفقنا لبنى، إذا بدق لك وبقول لك ليش الخط مشغول، بتقولي له يمكن السماعة مرفوعة وما في حدا بالبيت. واللعي إن شاء الله سميحة، فهمت؟ عم أقول لك فهمت، أنا صار لازم أمشي، باي. شو
شو يا ست سميحة؟ يا ريتك شاطرة بدراستك مثل ما لك شاطرة بالكذب. على فكرة بتطلع الأولى مو بس هيك، ما دريتي؟ بجوز يعطوها منحة. ايه والله. الحاج غنازة قلتوا التنتين، أصلاً الولاية كانت فقسة الرحمو. طيب بركي عرف شي، بركي شك بشي. لا تخافي ولا تهكلي هم، ما رح يعرف ولا رح يشك بشي، بعدين بصيلك شي مرة بهالعمر، شو بكي؟ عن جد نور. طيب، إذا عرف شو بدي ساوي؟ لك ما رح يعرف. طيب. شو رأيك سموحة؟ ممكن يعرف؟